وينضم إلينا من لندن المشرف على المعرض الدكتور أحمد مطر. دكتور أحمد صباح الخير وأهلا بك في صباح العربية. يعني بداية شو الشيء اللي استفادوه؟ صباحكم سعيد. صباح الخير. الشيء اللي استفادوه المشاركين تحديدا السعوديين من وراء فكرة هالمعرض؟ صباحكم سعيد جدا. طبعا هذا المعرض وفكرته في خلق هذا الجسر الثقافي سواء بين الفنانين السعوديين او الفنانين البريطانيين الشباب، فكره جميله بحيث هي توازي ثقافي او خلينا نقول حوار ثقافي بين الشباب او رؤيه المثقفين او بين الهويه اليوميه للمتلقين. نعم، طب حدثنا أكثر عن مدى الإقبال على هذا المعرض خصوصا من قبل الإنجليز أو الأجانب ليس من العرب تحديدا يعني. جميل، طبعا كان حضور رائع جدا. أنا تفاجأت في خاصة في يوم الافتتاح المعرض كان الحضور رائع جدا وكان النقاش جميل جدا بين الفنانين بين المتلقي. كل المتلقين كانوا يسألون عن الثقافات المختلفة وكأنهم في زيارة أو في رحلة للمملكة العربية السعودية. كانت كل طبيعة اختلاف الأعمال مثل هوية كل بيئة، كل اختلاف في المملكة العربية السعودية، تنوع تراثي. فلذلك كان هناك الكثير من التساؤلات حول جميع الاختلاف التراثي التضاريسي البيئي الثقافي في المملكة العربية السعودية. طب شو الرسائل اللي حملها الفنانين السعوديين سواء كانوا فنانين أو فنانات من خلال رسوماتهم ولوحاتهم المعروضة؟ طبعا نقلوا إلى الغرب أقصد. كثير، يعني ما أستطيع أن أحدد الرسالة أو رسالة معينة. هناك الكثير من الرسائل طبعا تحملها هذه الأعمال الفنية. كل عمل فني هو مليء بالرسائل أو بالأفكار أو بالحالات. هي الفن بشكل خاص هو حالة خاصة يحاول الفنان تقديمها للمتلقي. في إطار هذه الحالة هناك الكثير من الرسائل والأفكار والنقاشات. هذه النقاشات هي المصدر اللي يستند عليه المتلقي ويستند عليه الفنان في هذا الحوار. طب بما انه هذا المعرض يعني الهدف منه هو ربما يعني تقريب او جسر الهوة وتعريف المتلقي الغربي على الفن السعودي، كيف قدرت ترجم يعني المعروضات واللوحات والاعمال التي عرضت في هذا المعرض هذه الجزئية بالذات؟ في هذه الحالة طبعا الفن يقدم كصورة. هو ميزة الفن التشكيلي بشكل عام هو لغة عالمية لا تحتاج إلى ترجمة. في هذه الحالة استطاعت كثير كل الأعمال تقديم هذه الرسالة بشكل عالمي اللي هي لغة حرة لا تحتاج إلى حتى وسائط أو لنقلها. فكانت الرسائل رائعة وجميلة جدا. أيضا كان معظم اللوحات أخذت صور من اللوحات وعرضت في الأندر جراوند في أو المترو في لندن. فكانت أيضا بشكل يومي يعني كم مليون يراها كل يوم يعني. فكان هذه فكرة رائعة أيضا في المعرض. هل هناك فنانين غير سعوديين نقلوا تجاربهم في السعودية؟ من الفنانين طبعا في بداية فكرة المعرض هي فكرة زيارة فنان صديق ستيفن ستيبلتون إلى أبها وجدة والرياض. وكنا اشتغلنا في مراسم قرية المفتاح التشكيلية معا. وجاءت الفكرة من قرية المفتاح التشكيلية في أبها إلى أنه ينتقل المعرض إلى أو تنتقل هذه الفكرة وهذه الحياة وهذه الحياة اليومية اللي كنا نعيشها إلى لندن. وكثير من الفنانين التقينا فيهم وتعرفنا عليهم في أثناء هذا المعرض، فنانين إنجليز وفنانين من بريطانيا. نعم، نتمنى لكم التوفيق.